السلام عليكم ورحمة الله. فضلت المحاضرة اللي فاتت بس ريفيجن على الاكزامبل اللي حليناه المحاضرة اللي فاتت. بالنسبة للاكزامبل اللي هو 6-4 كان مطلوب هو ايجاد الاكزايتيشن فولتج والباور انجل and draw the phasor diagram for this condition. Also, if the phase excitation is held constant and the shaft load is slowly increased, determine the maximum torque, i.e. maximum power transfer. بالنسبة لي الفرع الأول جبناه وجبنا قيمة الباور. طلعنا قيمة الباور اللي هي EF كان ماجنتيود بتاعها 137.35 فولت والدلتا 29 ديجري وكذلك الماكسيموم باور 6180.7 واط وان ماكسيموم تورك 32.2 نيوتن دوت متر. خصوص هذا خصوص الاكزامبل هذا خصوص الاكزامبل اللي بعده نعم هيك خلصنا بالنسبة للاكزامبل هذا اكزامبل 6-4 خلصناه المحاضرة اللي فاتت. ما فيش اي سؤال بخصوص الاكزامبل 6-4 ما في اي سؤال؟ تمام. هنا بتو اكزامبل 6-5 خليكم معي معلش. هنا 3 فيز 460 فولت 60 هرتز مثال هذا 6-5 3 فيز 460 فولت 60 هرتز 1200 ار بي ام 125 هورس باور سايكلونز موتور هاز ذا فولوينج ايكويفالنت سيركت باراميترز. اعطاني الار اي والاكس اي ليكج اند اكس اي ارمتشر رياكشن. اولسو اعطاني الافكتيف تيرنز ريشيو ما بين الروتر والستيتر. ليش يقول لك الافكتيف تيرنز ريشيو مش تيرنز ريشيو بس؟ ليش قال لك الافكتيف تيرنز ريشيو؟ ليش السبسكريبت اي هذا؟ ما كان يقول لك التيرنز ريشيو ما بين الروتر والستيتر وخلاص. ليش التيرنز ريشيو هاز تو بي افكتيف؟ ليش مثلا التيرنز ريشيو كيف ما تحول في الترانسفورمر من ان برايمري الى ان سكندري؟ مكتوب؟ لان الماجنتيك فيلد ما بيمر بكل الكويلز. لان في موفبل بارتس في الماشين، لان هذه فيها موفبل بارتس، فبالتالي نسبة التحويل ما راح تكون نفس نسبة التحويل لو انه هو فيكسد. ما راح تكون نفس نسبة التحويل لو انه هو فيكسد. For rated conditions طبعا علاوة على ذلك ان التيار اللي مار في الروتر ويندينجز دي سي كرنت يعملوا الفلكس فاريشن عن طريق الروتيشن هذا. For rated conditions the field current is adjusted to make the motor power factor motor power factor unity. يعني تو قاعد يشتغل at unity power factor. Neglect all rotational losses and power lost in the field winding. For rated operating conditions, determine the motor current, field current, and power angle. كلنا احنا بالنسبة للماشينز بصفة عامة، الداتا مش necessary ان هي تنعطى لك بشكل ايش؟ بحيث ان الداتا هذه تكون ارقام. مرات تكون عبارة عن sentences موجودة في المسألة على شكل نفس شكل اللغز بحيث انك انت تبدا تحل في اللغز هذا وحدة وحدة. عندنا احنا هذين الداتا هذين كارقام ما عندنا فيه مشكله. بالنسبه للموتور قال لك يشتغل اتيونيتي باور فاكتور معناها كوساين ثيتا بايش؟ بواحد. نجلكت اور روتيشنال لوسز بي روتيشنال صفر صح؟ اند باور لوس ان ذا فيلد وايندنج معناها ما في لوسز في الفيلد وايندنج وما في لوسز موجوده في الروتيشنال معناها اللوسز الوحيدات الموجودات هيكونوا على الارمتشر وايندنجز اللي هي قيمه الار اي. فور ريتد اوبريتنج كونديشنز Determine the motor current, field
كرنت اند باور انكل. بخصوص الموتور كرنت ما اعطاني انا يعني قيمه للموتور كرنت بشكل مباشر، ولكن اعطاني قيم الباور فريكوينتلي، اعطاني روتيشنال لوسز بصفر، اعطاني الباور لوس ان ذا فيلد وايندنج بصفر، كذلك قال لي فور ريت اوف اوبريتنج كونديشنز، بمعنى انه قاعد يشتغل ب 125 هورس باور. تمام؟ معنا حنستخدم معادلات الباور فلو في اني انا لوجد قيمه التيار. نعم. عندي سؤال، متى احنا نضرب بثلاثه بال يعني بمعادله الباور متى نشيلها؟ هاي ويل شو يو. عندنا هذا البي انبوت هتساوي بي اوت بلس لوسز، صح؟ وتساوي 125 هورس باور في 746، صح؟ بلس توتال لوسز اللي هن ثلاثه اي اي سكوير في الـ RA اللي هي 0.078. القيمة هذه ايش هتساوي؟ هتساوي الـ P input اللي هي 3 في IA أو جذر 3 في الـ IA في 460 في 1. هتساوي P input هتساوي 125 في 746 بلس 3 IA سكوير في 0.078. المعادلة هذه تقدر تنقلها كلها للطرف الآخر وتخليها equating zero وتطلع قيمة الـ IA يعني كمعادلة الـ quadratic form. ففي النهاية حتكون قيمة المعادلة 3 في 0.078 حتقعد قيمة 0.334 IA سكوير ناقص 796 0.7 IA بلس 9393250 واط هتساوي صفر، اللي هو 125 في 746، وهذه اللي هي جذر 3 في 460 في الاي اي حتقعد بالشكل هذا، نقلها للطرف الاخر، وهذا اللي هو المعامل هذا اللي هو 3 في 0.078 طلع بالشكل هذا. من هنا حتطلع قيمتين للتيار، الاي اي حتساوي ماينس بي 796.7 بلس او ماينس الجذر التربيعي للبي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. بالنسبه لهذه حتطلع لك منها قيمتين، واحدة منها مش منطقية. كيف تعرف ان القيمة هذه مش منطقية؟ يا اما يكون قيمة التيار عالية جدا، يا اما تكون قيمة التيار بالماينس، يا اما تكون قيمة التيار تو ماتش عالية جدا، يا اما تكون قيمة التيار بالماينس. هو طلعت له قيمتين، اختار منها ان الـ IA حيكون 121 امبير. ممكن اي حد منكم لو عنده آلة حاسبة ممكن يستخدم لنا بحيث انه يجد لنا القيمة الأخرى اللي غير الـ 121 بحيث انه نعرف ليش هي نوت لوجيكال فاليو. شكرا سؤالك يا صهيب. ليش متى احنا بالباور نحط ثلاثة مش متى نشيلها ومتى نحط جذر الثلاثة؟ جذر الثلاثة أنا بي لاين اي لاين كوساين فاي، ولكن ثلاثة بي فيس اي فيس كوساين فاي. فعندنا هنا من لما يقول لك هو 3 فيس 460 فولت معناها تعرف انه لاين تو لاين، معناها ايش؟ نستعمل الجذر الثلاثة لا ثلاثة. وممكن عشان انه عندنا السينكرونس موتور بتتكون من 3 سيركتس احنا بناخذ واحده منهم. نعم احنا البير فيز البير فيز سيركت اللي بنستعمله فيها البير فيز سيركت يس. علاوه على ذلك انه شنو انه لما يقول لك 3 فيز ويعطيك قيمه جهد اعرف ان الجهد هذا لاين تو لاين، لما يقول لك 3 فيز ويعطيك قيمه يعني
باور معناها تعرف ان الباور هذه 3 فيس باور. دكتور وحده طلعت 3283 امبير وحده 121.3 القيمه الاخرى هي 3000 ايش 200 3283 بس ما عندي صح لا ما في حتى لو انه بوزيتيف حتى لو انه بوزيتيف يعني قيمه التيار كبيره جدا هذا تيار فورد مش يعني لوجيك سبيكينج ان هذا تيار قيمته عاليه جدا فهذا نوت لوجيك فاليو اختار التقييمه اللي انا اشرت عليها بالاحمر انا اللي هي 121 determine the motor current IA جبناه الفيلد كرنت IF كيف نجيب الفيلد كرنت يتم إيجاد الفيلد كرنت أن نحن أول حاجة نجيب قيمة الـ EF صح؟ هي الباك EF بتاع الموتر ونعمل هو الريليشن شيب نستخدمه في معادلات الفورمولاز اللي هن يستخدم في إيجاد الريليشن شيب ما بينها وما بين قيمة الفيلد كرنت الدي سي الموجود في الروتر Is that clear؟ تمام؟ أعتقد هنا أو تعمل source transformation وتجيب قيمة الـ IF داش وتربطها ما بينها وبين قيمة الـ IF وإذا خليت الطريقة هذه أو الطريقة هذه doesn't matter كده يعني كده من الطريقة صحيحة هاي ده أنا IF داش وأنا JXS وهنا قيمة الـ RA وهنا قيمة الـ EA لو استعملنا الكوفلنت سيركت هذه وهي بير فيز كوفلنت سيركت قلنا نحن ان الـ EA كمتجه هيساوي الـ V terminal ناقص الـ IA في الـ RA هتساوي بالنسبة للـ V terminal بير فيز هيساوي 460 على جذر 3 ويساوي 200 65.6 على زاوية 0 أيضا الـ EA هتساوي 265.6 على زاوية 0 ناقص الـ IA اللي هو 121 برضو على زاوية 0 ليش على زاوية 0 يا صهيب؟ الـ IA no. ما هذا الريفرنس ها هو الجهد هو الريفرنس على زاوية 0 ليش التيار معاه على زاوية 0 لأنها يوريتي باور فاكتور هيجد هنا مضروب في قيمة الـ RA اللي هي 0.078 هتطلع قيمة الـ EA 256.13 على زاوية 0 الـ XS حسابها يتم عندنا هنا 0.05 اللي هي الـ Leakage Reactance و 1.85 اللي هي الـ Reactance اللي ناتجة من Armature Reaction هتقعد J1.9 IM هتساوي هو التيار اللي مر هنا هي 256.13 على زاوية 0 على قيمة الرياكتنس اللي هي J1.9 هتطلع قيمتها 134.7 على زاوية ناقص 90 الـ IF داش IM minus IM ناقص IA هتطلع قيمتها هنا 134.7 على زاوية ناقص 90 ناقص التيار اللي هو 121 على زاوية 0 تطلع قيمتها 181.4 على زاوية ناقص 132 أمبيرز أنا هذا قيمة الـ IF داش اللي هو التيار اللي هنا باهي
قيمة الاي اف اللي هو الدي سي اللي قاعد في الروتر يتم ايجاده عن طريق الفورمولا اللي بيناتهم. اول حاجة نجيب الان سمول اللي هي جذر 2 على 3 في الان افكتيف تيرنز ريشيو اللي هي 28.2 وتساوي قيمتها 13.92 هذه كتيرنز ريشيو. هنا استكمالا للحل بس الاي اف هتقعد عيد هنا الاي اف هي هنا اي اف داش على الان في الاكس اس على اكس اي ار. نعم مش مطلوب اي اف برايم من مجموع اي ام واي اي انا مجموع. نعم هذا مجموع لو قلنا هذا بالشكل هذا لو قلنا هو خارج لكن هو داخل لانه فتعكس اتجاهه وتجمع تمام تعكس اتجاهه وتجمع فبالتالي هنا حيكون هنا بالشكل هذا هنا الاي اف داش حيجي الاي اف انتر 181.4 على 13.29 في الـ XS اللي هي 1.9 على XAR 1.85 هاتبع قيمتها 14.02 أمبير. في different approach إمكانك إنك أنت تستخدمه بشكل أسهل. هذا الـ approach اللي بيستخدمه في الكتاب في هنا different approach حيطلع لك نفس الحل إن شاء الله في إنك أنت تجيب الـ IF داش بشكل مباشر EF على اكس اس الاي اف هتساوي ايش بيتا من الناقص الاي اي في الار اي بلس جي اكس اس خلاص بنجيب قيمه الاي اف داش هيبعد الاي اف قيمته ايش اي اف داش على الان في الاكس اس على اكس اي ار بالعلاقه دكتور بس الاي اف ايش القيمه اي اف كيف طلعناها اي اف داش لا فوق فوق اي اف داش على ان صح نعم في الاكس اس على اكس اي ار هذه فورمولا عطيناها المحاضره اللي فاتت بس اول قيمه فوق شو هي 181.4 اللي هي الاي اف داش بس احنا اي اف داش ما طلعناها اوكي خلص تمام مش شايف نص الواحد لا اوكي انا دفن ابروش في ثلاث خطوات ممكن انك تجيب الاي اف اوكي اي اي في الاي اي لو سمحت معلش انا اي اي في الاي اي ايش حيعطيني بالضبط اي اي في اي اي الباور اللي قاعد على الجاد على الوايندنج بتاع الموتور صح ولا لا هي الباك اللي هي كانها تقدر تقول انها هي ايش ان هي الاير جاب باور صح تمام من نطرحها انا من فيت كرنت لوسز فيت سيركت لوسز ناقص الروتيشنال لوسز حنطلع ايش التورك في الاوميجا ولكن في الدي سي ماشينز يفرق الموضوع لكن انت تطرحها ناقص الروتيشنال لوسز هيعطيك ايش النت شافت باور ولكن احنا نعتبر فيها التورك في الاوميجا هتساوي الاي اي في الاي اي وذ نيجلكتنج روتيشنال لوسز تمام دكتور بسي ما تكتب بالاحمر اوكي ان شاء الله بس انا مش موضح احنا ديفرنت ابروتش بس انتم كملوا الحل هذا وان شاء الله يعني عشان الامتحان السكن معظم بده 8 شهر دورة 8 خلاص تمام يبقى اذا من دون chapter 6 لا محاضره اليوم ان شاء الله 8:12 لغايه محاضره اليوم طبعا هو هذا الامتحان هيكون في وقت المحاضره لغايه محاضره اليوم محاضره اليوم انكلودد نعم الدرس مش لا كله ده عندكش ماشينز على دي سي يعني عند محاضره اليوم ده يعني الفيرست داخل داخل ما في اندكشن ماشينز جبناها في الفيرست نو خلاص داخل ما في اندكشن ماشينز دي سي ماشينز ناخذ من المداخلات لكن الاندكشن ماشينز نعم الاندكشن ماشينز كلها داخل الاندكشن موتر كلها داخل 3 فيز كلها
من بدايته صح؟ ديسي موتورز موتور1.9 هاي
بما ان اي اف او البيتا هيساوي اي اف اتجاهيا بلس اي اي في جي اكس اس بلس ار اي، ولو خذينا البيتا على اساس انه ريفرنس هيكون الاي اي انفيز معاه. ليش؟ لانه يونتي باور فاكتور. هيكون هنا الـ EA في الـ RA، الـ IA في الـ RA هينجمع اتجاهيا مع الجهد، هيكون الفيز معاه. والـ IA في JXS هتكون عمودية عليه بشكل أرى. زد اس مش لازم يكون اتجاه من الاي اف للبي تي؟ نعم، هنا لو قلنا احنا بنطرح هون طرح اتجاه، يعني كانك انت قلت ان الاي اف هتساوي بي ترمينال ناقص الاي اي، الار اي ناقص الجي اكس اس في ايش؟ في الاي اي. راح تكون بالشكل هذا. عندنا نحن البي ترمينال هذا هتكون هنا اتجاه الاي اي في الار اي، صح؟ هتكون هذا اتجاه الناقص الاي اي في الجي اكس اس، هيكون هذا بيناتهم، هتكون هذه هي الزد اس الحصيله بينات الاي اي في الزد اس، فالمحصله بيناتهم هي هتكون هنا الاي اف. يعني هتطرح انا بدل دكتور ايش الحالة الثانية؟ انا حتكون اسف على اتجاه بالشكل هذا، اتجاه فوق هتكون مجموعة اتجاهية مع مش مع الجهد، هتكون مجموعة اتجاهية مع الـ. بس دكتور ايش اللي تحت؟ ايش اللي تحت؟ هو نفسه لو رسمناها بطريقة أخرى، أنا البيتا منام أنا الـ EF الـ EF على زاوية 42 هتكون هنا الـ E الـ I A في الـ R A هنا و plus J X S هتكون بالشكل هذا، هيكون الطول الفعلي للبيتا من هنا. عادي ما في مشكلة سواء هذه ولا هذه، لأن هذه أنا واخذ محصلة بيناتهم بشكل مباشر اللي هي الـ I A في الـ Z S. أوكي؟ هنا البيتا وهنا قيمة الـ I A. البرفورمانس بتاعت الاندكشن موتر، الاختبارات بتاعت الاندكشن موتر، الثيوري اوف اوبريشن بتاعت الروتيتنج ماجنتيك فيلد، وهذه مرات نكرر عليه سؤال مرات ان
بجيب لك فكره عليه مره كذا. فشوف الذكرى كلها ما فيش بدون بس اني تايم اوف اندكشن موتر، لان معظم الامتحان حيكون عليه. السينكروس موتر ذكروا السينكروس موتر والمثالين اللي خذينا هذين عليه اللي عندي المثال هذا اللي خذيته تمام. خلاص متفقين على ماتيريالز؟ لو سمحت معلش يا في عندنا بالنسبة لي لو سمحت معلش رقم عين هنبدو المحاضرة الجاية حاجة مهمة جدا بالنسبة للسينكرونس ماشين يقولها اللود كابابيلتي كيرف. اللود كابابيلتي كيرف هذا على ايش يعبر بالضبط؟ لو قلنا نحكي مع لو قلنا اي بروفيشنال بيحكي معك على الاندكشن موتر اول حاجة حيسألك عليها هي الفرق سبيد كاركترستيك، بينما في السينكرونس ماشينز اول حاجة حيسألك عليها هي اللود كابابيلتي كيرف، بمعنى انه هو التورك سليب كاركترستيك او الباور انجل كيرف حيكون هذه معلوم. اللود كابابيلتي كيرف يعبر لي بشكل اساسي على حدود الليمتس اللي انت ممكن تحمل بهن الماشينز تمام. في عندنا تو ليمتس للود كابابيلتي كيرف، حنعاود رسمه ان شاء الله المحاضره الجايه حنشرحها بالتفصيل، لكن تو نبدا بسيطه عليه. اللود كابابيلتي كيرف عندنا تو ليمتس يحددن اللود كابابيلتي كيرف اللي هن الارمتشر هيتنج ليمت بالاضافه الى الفيلد هيتنج ليمت. الارمتشر هيتنج ليمت اللي هن يعبر عن الحدود الهيتنج ليمت للارمتشر وايندنجز، ما يقدر التيار يحمل الارمتشر وايندنجز ما يتحمل اكثر قيمه من تيار الارمتشر وايندنجز اللي موجود فيهم، فبالتالي هذين يحدد لي قيمه التحميل للسينكرونس موتر. علاوه على ذلك في اللي هي الفيلد هيتنج ليمت، ان الفيلد كرنت ما في مجال انك انت تزيدها اباف ليمت معينه على اساس تحافظ على الهيت اللي موجوده في الفيلد وايندنجز وذن ريزونبل رينج. في عندنا هذين براكتيكال كيرفز للود كابابيلتي كيرف. في عندنا هذا كيرف طلع في النيش ديفيشن بتاعها. في عندنا الستيد ستيت ستابيلتي ليمت، في عندنا ارمتشر هيتنج ليمت، وفي عندنا كذلك الفيلد هيتنج ليمت. في كيرف واحد اخر حتى هو بالشكل هذا. الكيرفز علينا على الرغم من اشكال نوعا ما معقده، لكن حناخذ الدريفيشن بتاعها ان شاء الله المحاضره الجايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره. ما فيش اي سؤال يا بس خلاص عندي المحاضره هذه الامتحان داخل، اتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.